السلام عليكم أخواتي العزيزات، مرحبا بكم في مطبخ أمينة شمس. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة جديدة وفيديو جديد. غادي نقدم لكم شلاضة باردة على شكل تورتة. نتعرفوا على المقادير. هذا كيلو ديال البطاطا سلقناه، بعد ما سلقناها معسناها مزيان، جوج مطيشات صغار ولا تكون مطيشة كبيرة، هذه مطيشة صغيرة للتزيين. الخس، راس ديال الخس نقيناه غسلناه مزيان وخليناه يقطر وقطعناه. جوج علب ديال الطون ديال الزيت، غادي نصفيهم الزيت ديالهم. كاس ديال الرز سلقتو، هنا ربعة البيضات مسلوقين وحكوكين. هذا المايونيز، هذا المايونيز ديال الدار، دابا نوريكم الطريقة ديالو ان شاء الله نزلو في الفيديو. بسم الله. دابا غادي نديرو شويه ديال الملحه في البطاطا، نتوما الملحه على حسب القياس اللي كتبغيو. شويه ديال البزار، شويه جد هذا القياس. جوج معالق ديال الزيت، بسم الله. غادي نحط هادشي، انا وجدت هادشي قبل باش ما نطولش الفيديو، حيت البطاطا سهله على كلشي كيعرفها. نخلطو مزيان الملحه والزيت، بسم الله. دابا غادي نديروها في المول. دابا غادي نفرشوا البطاطا، تفرشها الاولى ديال البطاطا، نسرحها في المول، نديروا المول ديال الكيكه. نزيدو المايونيز، اصلا الملحه راه الرز مسلوق بالملحه والمايونيز راه فيها الملحه وداكشي، مبغيناش نكثرو الملحه، مع الطون فيه الملحه. غادي نديرو الطون، غادي نزيدو البطاطا.
نديرو عاوتاني المايونيز، نديرو الرز تنديروا مطيشة نضغطو عليها مزيان باش تشد راسها، نزيدو المايونيز من الفوق. هذا المايونيز ديال الدار ما تخافوش منه، لان راه خاصني نوريكم الطريقه. تعطي لوليداتكم ما تخافوش عليهم، ما يضرهمش. في الاخر تفرش هذا الخس،
دي مطيشه لتزيين. طبعا نوريكم الشكل النهائي المحيده من المول ان شاء الله. هذه المقادير كلها، هذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما حيدناها من المول وزينتها بشويه ديال المايز. انا كان عندي في الدار، نتوما الا كان عندكم موجود ما كانش كيبقى لكم الاختيار، وكنتمناكم تجربوها وبالصحه والراحه وتخليوا لي التعاليق ديالكم ان شاء الله.